كلفت إقامة عبد المجيد تبون رئيس الجزائر في ألمانيا المستمرة منذ 28 أكتوبر 2020 في نهاية المطاف ثروة حقيقية للجزائر التي لا تزال تمر بأزمة مالية مقلقة ولدت في أعقاب وباء كوفيد-19. مشروع القانون الشامل لهذه العناية المركزة في المؤسسات المرموقة في ألمانيا إلى حد الآن بلغ 48 ألف يورو في المتوسط في اليوم الواحد، كان قادرا على تأكيد خلال تحقيقاتها من خلال التشاور مع العديد من أقارب حاشية الرئيس عبد المجيد تبون حسب ما علمت به الجريبارت. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا لا يشمل التكاليف الطبية وتكاليف المستشفيات فحسب، ووفقا للمعلومات التي تمكنا من الترحيب بها فإن عبد المجيد تبون يرافقه ما لا يقل عن 16 شخصا من بينهما فريقان من الحراس الشخصيين الذين يتم إيواؤهم ورعايتهم في ألمانيا، مما يتطلب ميزانيات كبيرة بالنقد الأجنبي. الواقع أن الفريق الأول من هؤلاء الحراس الشخصيين للرئيس الجزائري يسكن ليلا ونهارا في نفس المكان الذي يضم عبد المجيد تبون، ويتم الاعتناء بفريق ثاني في فندق برلين يقع على بعد خطوات قليلة من مقر إقامة الرئيس الجزائري. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الرئيس الجزائري حسب موقع الجريبارت قام مؤخرا في قصر فاخر في برلين، واستأجر الرئيس الجزائري طابقا كاملا في هذا الفندق الذي أفرغ بالكامل وهو مصمم خصيصا لرفاة وسلامة عبد المجيد تبون. هذه الرسوم الفندقية تقاوم وتكسر وتزداد من الفاتورة النهائية لهذه الإقامة. إضافة إلى هذه النفقات هناك نفقات أخرى وتكاليف. أولا يجب أن نحسب الرحلات المنتظمة لأفراد أسرة الرئيس الجزائري الذين قاموا عدة مرات في ألمانيا، وخلال أول نقل في ألمانيا في 28 أكتوبر كانت زوجة الرئيس الجزائري واثنان من هؤلاء الأبناء جزءا من الرحلة وتم الاعتناء بهم طوال فترة إقامتهم في ألمانيا. تجدر الإشارة حسب موقع الجريبارت دائما بأنه يرافق الرئيس الجزائري منذ 10 يناير أحد أبنائه في ثاني زيارة طبية له إلى برلين، ويغطي قصر المرادي الرئاسي جميع النفقات اليومية لنجل الرئيس الجزائري. فإلى أين يا سادة؟ بطبيعة الحال يجب إضافة كل هذه التكاليف إلى تكاليف أخرى تمويل الرعاية الطبية لعبد المجيد تبون في أحد أكثر المستشفيات أناقة في ألمانيا في مرحلة أولى ثم إلى برلين في مرحلة ثانية، بروتوكول طبي وعلاجي ومتابعة شخصية لأفضل المتخصصين الألمان وجراحة أخرى على مستوى القدم، وتكاليف العلاج لكوفيد-19 التأهيلي والمتابعة المتخصصة لإعادة تأهيله جديدة للبقاء على قيد الحياة. فرفقا رفقا في ميزانية الدولة يا سادة.